واو، شوفوا شنو لقيت. طبعا انا لقيت محل مال ايميرالد ومحل مال ذهب. والله الصراحة فتشي خنفشاري، خلي اشوف شنو هذني المحلات يبيعن. واو، طبعا هذا المحل بيه تفاح ايميرالدي. واو شباب وبنات، بيش سعرهن؟ هاي وين ماكو احد يبيع هذني التفاح الايميرالدي؟ والله ما اعرف. وبعد اكو موز ذهبي فتشي رهيب. اوكي هاي شنو؟ اكو لوحة هنا، شنو بي هاي اللوحة؟ والله ما اعرف، خليني اقرا. حتى تقدر تحصل التفاح الايميرالدي. حلو، حتى نقدر نحصل انه هذا التفاح الايميرالدي، شنو لازم اسوي؟ لازم تفوز بجيم بلوكات الحظ. دا يقول لنا حتى نقدر نحصل انه هذا التفاح الايميرالدي لازم على الاقل نفوز لنا بجيم بلوكات الحظ. واو، خليني اقرا شنو بعد. اضغط على البروتش بليت. اوكي، دا يقول لنا لازم نضغط على هذا البروش بليت حتى يودينا المكان او الجيم مال بلوكات الحظ واحنا لازم نفوز بيه. اوكي مو مشكله شباب وبنات، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، انا كلش متحمس حتى افوز بجيم بلوكات الحظ. يلا 3 2 1. واو اوكي، واخيرا دخلنا جيم بلوكات الحظ. بسم الله الرحمن الرحيم، نفلش اول لك يا بلوكايا. يا الله يطلع لنا دود، يطلع لنا دود شباب. لا لا لا, لا يا رب شيء ثاني حلو، يا رب شيء يعوض لنا. اي طلع لنا دود، ما اعرف شنو شغلات تافهه، شلون ورطه. يا رب شي خنفشاري. اي كل اشياء تافهه تعبانه، انا ليش افلش بهاي؟ يا رب سيف شيء يعوض لنا. او ماي جاد شباب، يعني شنو هاي الشغلات البيض اللي طلعت لنا؟ اي مره لا كذا، مره لا. اوكي الدود راح يقتلنا كتل، راح يقتلنا كتل هذا الدود. الله يقطع شكله، الله يلعن خيره. يا ربي يا الله. اوكي نفلش لنا، يا رب نقدر نفلش لنا بلوكا. يا سريع قبل اطقنا دوده. اوكي حلو. الكرافتنج تيبل وين الكرافتنج تيبل؟ هاي الكرافتنج تيبل، وين ماكو كرافتنج تيبل؟ يا ربي شلون ورطه هاي، لازم بعد افلش لي وحده، يعني ماكو كرافتنج تيبل. او ماي جاد، هذا الدود راح يقتلني، راح يجلدني جلد مو معد مو صاحي. اي عيال ساعدوني، ما يقدر يجي لي دوده من هنا. اوكي رهيب، لازم ناخذ لنا بعد خشبايه حتى نسوي لنا كرافتنج تيبل. نجيب نسوي الكرافتنج تيبل بهذا الشكل. اوكي حلو تمام هسه نحطها هنا. ناخذ هاي. اوكي اصعد من هنا. الله يقطع ابو شكل الدود، يقطع ابو شكل الدود. وخر دود وخر والله اليوم اكلت لهذا الدود. اوكي سوينا سيه وسوينا خوذه. اوكي لا ما نسوينا خوذه هسه، نفتح هاي البلكه تطلع لنا شيء زين. اوكي اكل افضل من لا شيء، حلو يعني الاكل يفيد. تعال دود، تعال انت دوده، تعال موتي. تعالي انت الدوده اللي بعدها، ويني الدوده اللي بعدها؟ ويني؟ تعالي انت الدوده الثانيه، تعالي موتي. وانا بعد الدود وين؟ انا الدود، وين الدود؟ شنو هاي سلايم واند؟ طقنا واحده هنا. يا اخي شنو هاي الواندايات اللي طلع لنا؟ والله شغلات تافهه شباب، حرفيا شغلات تافهه. اوكي مو مشكله، ناخذ لنا هاي الخوذه اول مره. نجيب لنا خبز. اوكي نسوي لنا خبز، يعني نجيب لنا شوي هاي بيل، ما اعرف شنو اسم هذا القش. اوكي فنحلله راح يطلع لنا ويت، وبعدين نسوي خبز يعني فتشي رهيب. اوكي حلو 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 حلو. اوكي نفلش لنا بعد خشبايه، وشنو نسوي لنا؟ نسوي لنا بلوكات، نروح للنص نجمع لنا بعد بلوكات. هذا هو النظام هسه. او ماي جاد شباب، والله بليعنا بلعه معدله. اوكي مو مشكله، هسه خلي اول مره نروح للنص. اوكي نجمع لنا بلوكات، يا رب يطلع لنا شيء حلو. سنومان، شلنا بسنومان شباب. اوكي شغلات ما يفيدن، حرفيا ما يفيدن هذني شغلات. هاي هذا منو؟ اوكي حلو، فرصتنا قلت. طاح النوب. او ماي جاد شباب، هذا عنده قطوه ما اعرف شنو عنده ومات حرفيا. شيء غريب. اوكي هذا ناسيله بلوكايا فوق، ما اعرف ليش ناسيله، بس احنا خلي نروح نجيبها. اوكي بلوكايا بلكت يطلع لنا بلوك دايموند، كل شيء يتوقع. بيكاكس، حلو. اوه بالاصدار الجديد صار يطلع لابس من شو وقت. رهيبه السالفه، لابس هاي يعني نقدر احنا نطور لنا الشغلات وما اعرف شنو، فتشي رهيب هاي، فتشي خنفشاري. اوكي لازم نسوي لنا تشست بليت عندنا، او 8 حبات. سمعت صوت، حرفيا سمعت صوت، من وين اجى هذا الصوت؟ سمعت صوت طقه ما اعرف شنو. اوكي سريع نسوي لنا كرافتنج تيبل ثانيه، ونسوي لنا على السريع تشست بليت. اوكي تشست بليت دايموند. اوكي
حتى نضمن نفسنا اكثر. اوكي صارت عندنا تشست بليد فشي خنفشاري فشي واو فشي رهيب. اوكي مو مشكله. بعد اكو دايموندات اذا ما خاب ظني. لا لا بعد خلاص راحنا الدايموندات. اوكي مو مشكله هسه خلي اروح للنص. اول مره شنو اسوي؟ اروح اكمل افلش لي شوي بس لازم انتبه ما لازم اوقع حرفيا. اذا وقعنا راح نبلع. اوكي خب زياده يفيد. شنو هذا؟ بلوكات حلو ترى البلوكات يفيدنا بشكل مو طبيعي. فباقي ثلاث اشخاص بالجيم. اكو واحد هناك كلش بعيد وين الاخير؟ هذا ويتش. اوكي مو مشكله خلي سيف اللي يحرك حلو. تمام 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 شباب شو تتوقعون نفوز او نخسر؟ يلا شباب وبنات حتى نحصل التفاح الاميرالدي. لازم نحصل التفاح الاميرالدي. اوكي مو مشكله هسه خلي نكمل ونحاول انه احنا نفوز بهذا الجيم الرهيب الاسطوري. اكو واحد هنا مع السلامه. هذا بعد خسرنا عليه ضربه واحده. ايش مات؟ ايه مات. حلو حلو باقي بس واحد اخير. هذا وبعيد هذا وبعيد شباب وبنات. تتوقعون انقتله؟ تتوقعون انقتله او يقتلنا؟ تتوقعون انقتله او يقتلنا؟ اوكي جزر ما نحتاج جزر. احنا شلنا بالجزر. تمام يلا شباب وبنات خلي نروح له. بس انا خايف كلش هواي انه يكون عنده بو. تخيلوا اذا عنده بو شباب بعد هذا بعد بلعنا بعد بلعنا شباب. والله مثل ما توقعت بو عنده بو عنده بو عنده البو. لا 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 الزلم لا الزلم يا الزلم يا الزلم يا الزلم شباب بلعنا. لا 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 ما اريد اموت ما اريد اموت ما اريد اموت شباب. يا رب يا رب ما يسد علينا الماء. يا رب يكون غبي يا رب يكون غبي يا رب يا رب يا رب يا رب يكون غبي. لا شباب سد علينا الماء العن شكله العن خير الورع. لا ما اريد اموت شباب وبنات والله ما اريد اموت. لا بليز نو بليز نو. لا 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 شباب بليز. لا لا وقع رح نوقع رح نموت. نو لا شباب شلون مرطاي والله. هذا كلش ذكي. هاي هاي شباب شنو صار شنو صار؟ اي جاني دمج جاني دمج جاني دمج شباب. لازم ناخذ شوي نفس نفس. لا لا طعنا طعنا. نو نو ساعدنا. لا شباب ما اريد اموت والله ما اريد اموت. لا رعنا فيها. ايش اسوي يعني هسه؟ واحد يساعدني بليز بليز ما اريد اموت. لا شباب والله ما اريد اموت. لا اريد اخذ ايش اسمه التفاح الايميرالدي بليز ما اريد اموت. اي اي ورع نو خلي يكتب له نو. والله غبر رحنا فيها يا ربي. شلون ورطه هاي نو والله شباب هذا ورع. انتحر انتحر. تخيلوا اذا ينتحر شباب وينطينا الجيم. انتحر نو بليز نو بليز نو 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 ما اريد اموت ما اريد اموت. لا شباب لا 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 يا الله يا الله يا الله شباب ما اريد اموت ما اريد اموت. خلاص راح يختفي الماي راح يختفي الماي راح يختفي الماي. نو واي متنا شباب والله متنا والله العظيم متنا. اوكي اوكي مو مشكله اصلا عادي. يلا الجيم الجاي ان شاء الله يكون بالجيب الجيم الجاي. اوكي بعد خلاص الماي رايح بيها واحنا طحنا برا الجزيره. الله يقطع شكله. والله دروعنا حلوه. اوكي خلاص راح اشمر كل دروعي يعني بعد ما ريتشي بعد ما ريتشي راح اشمر كل اغراضي كل اغراضي كل شغلاتي راح اشمرن بعد هذا وبعد اني خلاص امدد. ميت اني ميت اني ميت. لا نو 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 لا. اوكي واخيرا دخلنا للجيم هذا الاخير. يا رب يا رب نقدر نفوز بهذا الجيم. والله قبل شويه حرام الجيم راح من عندنا حرام حرام حرام. اوكي مشكله ان شاء الله يكون هذا الجيم بالجيب. اوكي يا الله يطلع لنا شغلات رهيبه. اوكي امير طلع لنا. اوكي فشي خنفشاري فلشنا هاي البلوك. يا الله سيف دايموند انا بالزلم انا كفو كفو يعني نقدر نسوي هسه بنطلون دايموند وسيف دايموند وشغلات رهيبه. اي لحد هسه الحظ ماشي ويانا ان شاء الله يكمل الحظ يشتغل ويانا وان شاء الله يكون عندنا شغلات رهيبه حتى نقدر نجيب الجيم. اوكي بيكاكس واكس ال 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 او ماي جاد شباب والله لحد الحين شغلات رهيبه. لافا اوكي لافا نسد اللافا. اوكي نفلش لنا هاي قطوه بزونه بزونه. شنو نسميها هاي البزونه؟ نسميها مثلا نقول وياي حمديه البزونه. هاي ليش ما صارت حمديه؟ حمديه اي بزونه اسمها حمديه. يلا تعالي حمديه وياي. شلون الصوت؟ شلون الصوت شباب؟ هاي حمديه تعالي وياي. خلي اسوي لي اكل اول مره. اوكي تمام تعالي حمديه. حمديه وين راحت؟ حمديه وين راحت شباب؟ والله ما اعرف شنو السالفه. اوكي مو مشكله خلي نكمل نفلش لنا شويتين خشبايات حتى شنو حتى نحللهن ويصير عندنا كميه كبيره بلوكات حتى نقدر ننتقل من غير جزيره. خلي شنو هاي البلوكايه. حلو
بو حلو رهيب رهيب. اوكي مو مشكلة، اني هسه خلي اروح اجلد اروح لهاي الجزيرة، بس لا حد يلزمني بو شباب، اني كلش خايف احد يلزمنا بو. اوكي نفلشين هاي البلوكاية بلوكاية. او حلو رهيب رهيب رهيب، هذا يفيد ترى، يفيد بشكل مو طبيعي. هذا ترى هذا اللي يسوي طريق. اي حمدية تعالي وياي، دير بالك عن نفسك، دير بالك عن نفسك. اوكي هذا اكو واحد هنا، خلي الزمه بو. او لا 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 ما اجد بي ما اجد بي ما اجد بي ما اجد بي. اوكي فشنو الحل؟ الحل انه نروح له بالثلج بالثلج. اوكي مات حمدية، والله حمدية دافعت علي شباب، الله يعطيها العافية حمدية، والله كلش احبها. اوكي مشكلة، خلي افلش شوي لوكات بلوكايات. اوكي طلع لنا اللافا، ما نريد اللافا، احنا نكره اللافا، من يحب اللافا؟ ما حد يحب اللافا. اوكي ادوات ما يفيد. حلو حلو بوجنات، رهيب رهيب البوجنات. هاي هاي اوكي انستان هيلث، هذا يفيدنا يزود عندنا الدم. اوكي نفتح هاي. اي 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 حمدية 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 حمدية. اوكي مشكلة نفلش لنا هاي. دود 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 دود، حمدية دافع علينا دافع علينا، كفو عليك يا حمدية موتوا. هذول الدود قتلناهن. اوكي هذا شنو سالفته؟ خلي نروح له. اوكي نروح له بالثلج. اوكي تمام تمام ليتس جو. قتلك اجيبك اجيبك، اموتك 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 اموتك. اوكي شنو عندنا من شغلات؟ اوكي عندنا حبات ايرون بالهبل، فاحنا شنو راح اسوي هسه؟ اقول لكم شنو راح اسوي. الخطه هي كالاتي، انه اضبط لي وضعي، لان الصراحه كلش خايف اني، اكو بقالنا اخير ضدنا وشكله معرق، فاحنا لازم نفلش لنا شوي ايرونات، ولازم يحترقن عندنا الايرونات. اوكي ايرونات محترقات جاهزات، هسه نقدر نسوينا على الاقل بنطلون، لازم يبينا تشست بليت اقصد مو بنطلون. اوكي خلينا نحرق نحرق. اوكي هاي ترى بس اللي محصلين رتبه يوتيوبر يقدرون يسوون هاي الحركه، بس اللاعبين العاديين الماينكرافتيين ما يقدرون يسوون هيك شغلات. فاحنا نسوينا هسه مثلا بنطلون تشست بليت اقصد، واسوي لي خوذه يعني حتى الارمر او الدروع مالتنا يصير فول. اوه هذا اللاعب الاخير ده يجمع بالخشب، والله الصراحه شكله محترف كلش هذا. اوكي مو مشكله، هاي قربت تصير تمام. والله خلي نخوفه بالبو. اوكي ما مات ما مات، والله شكله يلعب هذا شباب وبنات. دقيقه دقيقه دقيقه. اوكي شباب شنو رايكم يعني؟ كم بقانا بو اسم خلصن. اوكي هاي ثابته هاي ثابته هاي ثابته، هاي الاخيره ثابته شباب، اول ما يجي اشمر عليه هاي البو. اوكي اوكي ايش دا يسوي؟ خلي نشوفه، والله ما ادري حرفيا شنو دا يخطط هذا. اوكي اوكي والله خلي نشمر عليه وحده ما تفيد هاي. طيب شنو اسوي؟ اوكي اجالي وانا ما عندي اسهم. لا مره لا شباب، مره لا مره لا، راح يجيلي راح يجيلي راح يجيلي. انا هسه شو اسوي شباب وبنات؟ اجالنا 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 اجالنا، يلعن خيره يلعن خيره شباب. اوكي اوكي سد عليه. اوكي تعال خلي ماري دوقة عني مثل قبل شويه، ماري دوقة ماري دوقة ماري دوقة. لا 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 نو نو شباب متنا. لا والله حرام شباب وبنات، سمعت باكو مقوله اسمها الثالثه ثابته، ان شاء الله يا رب هاي الثالثه تكون ثابته وان شاء الله نقدر نفوز بالجيم الاخير. اوكي مو مشكله، هذا تراب البدايه كيك حلو، يا رب الثالثه ثابته، يا رب الثالثه نقدر نجيب شنو بعد؟ اكو شنو هاي؟ شنو راح يطلع لنا؟ ايش السالفه؟ لوكات بلوكيات. اوكي مشكله نفلش لنا الاولى راح تنفجر. اوكي شيء عادي طبيعي كلنا نعرفه. اوكي نشمر لنا هذول. اوكي طلع لنا سيف هذا النكباك، فمو مشكله. هاي شنو؟ بو بو شلنا بالبو شلنا بالبو، البو ما يفيد البو ما يفيد. اوكي نفلش لنا بعد هذني اللوكات بلوكايات. اوكي ناكل لنا كيك 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 كيك. اوكي بس البو هو اللي يفيد اكثر اشي هذا، وبس هذا اللي طلعنا، بس هذا اللي حصلنا. لا شباب مره لا 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 لا, لا. اوكي عندنا بلوكة ايرن هنا. اوكي اول مره خلي نسوي لنا اكل. اوكي هذا اول مره لازم نسوينا اكل. ثاني شيء لازم ناكل كيك. اوكي كيك كيك حلو. هسه اول شيء خلي نفلش لنا خشبايات،
هسه اقول لكم شنو راح اسوي. راح اسوي لي 2 استكات. هسه اقول لكم 2 استكات شنو فايدتهم. اول شغله اللي راح نسوي السيف حتى نطمئن بلكت واحد يجينا شيء. ثاني شغله نسوي لنا بيكاكس. تقولوا لي يا امير شنو فائده البيكاكس؟ هي البيكاكس راح نفلش به هاي البلوكه الايرون ونسوي لنا بهم تشست بليت. هسه صار عندنا تشست بليت ايرون، يعني ذكاء ذكاء هذا الذكاء. والباقي راح نفلش بين هذني البلوكات اوكي بالبيكاكس. نفلش البلوكات البلوكات الكابل ستون بهاي البيكاكس حتى نقدر نحصل لنا شنو، نحصل لنا بلوكات حتى نقدر نبني ونروح للخصم. اوكي مو مشكله، هاي الخطه كالاتي ان شاء الله نقدر نفوز الثالثه ثابته ان شاء الله. يا شباب وبنات ادعوا لي بالتعليقات انه احنا نقدر نفوز بهذا الجيم الخرافي الاسطوري اللي ما في احسن من يمه. اوكي هذا عند الدايموند، الله عليه الله عليه دايموند، وعنده شغلات ومرتب وضع الزلم ومرتب وضع الزلم. اوكي بس وينه وينه شباب؟ انتحر مات استسلم وين راح؟ اوكي اصلا عادي اصلا عادي، خلي احنا اجيب الدايموند كله مالته ناخذه لنا يعني فشي رهيب. الله يعافيه الله يعطي العافية. هاي البلوكة ما بيها شيء، او هاي خسرنا هاي البلوكة مو مشكلة اصلا عادي، حتى اذا خسرنا بلوكة او اثنين ما يأثر. اوكي مو مشكلة، خلي نفلش لنا هاي البلوكة. 13 حبة 13 بيها بنطلون وبيها خوذة. الله 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 الشباب رهيب رهيب. كم باقي عندنا من دايموند؟ بس وحدة. اكو مجال انه احنا نقدر نسوي نبوت؟ اكو مجال لو ماكو؟ اكو مجال لو ماكو؟ ما اعرف الصراحة، اذا اعتقد ماكو مجال. اوكي مو مشكلة، حرقنا بما فيه الكفاية من ايرون، نقدر نسوي نبوت بلكت نوقع من مكان كلش عالي او مرتفع فنسوي نبوت ماكو مشكلة ما يأثر. نفلش لنا هاي البلوك. شنو هذا السيف؟ قوته اقوى من السيف الدايموند هذا، تخيلوا شباب وبنات. هذا الجيم بتجيب، لا تقولوا لي ولا اقول لكم، لا تقولوا لي ولا اقول لكم، هذا الجيم بتجيب. اذا ما اخذ هذا الجيم او اذا ما افوز بهذا الجيم اني نوب. اذا ما افوز بهذا الجيم اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات امير سلو نوب نوب حرفيا اذا ما اجيب هذا الجيم. 1 2 3 4 5 6 وصلنا للنص تمام، لازم افوز بهذا الجيم، لا تقولوا لي ولا اقول لكم. شنو هذا الزومبي؟ شنو هذا الزومبي؟ يلا برا زومبي ورا حسبي الله ونعم الوكيل من هيجي زومبيين. اوكي بيجمان او خنزير ما نريده بيج، هذا يا بيجمان شنو السالفه؟ اوكي سيف طبيعي، سيف شيء طبيعي ما ياثر. احنا محتاجين هسه شوي شنو لوكا بلوكاي شنو موجود بيها؟ بيكاكس زين، ما عندنا بيكاكس، ما نريد بيكاكس احنا زياده. رقي 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 هواي ما نريده. شنو هاي؟ اوكي خلينا نفلش لنا هاي. ماي ما نريد ماي. اكو بلوكايه 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 هنا خلينا ناخذها. اوكي سيف دايموند ما نريد سيف دايموند، نريد شغلات هيجي بلوكات اشي يفيد، حرفيا ماكو اشي يفيد. والله ما ادري شنو راح اسوي يعني. يا رب يا رب بلوكات يا رب بلوكات. اي حلو هاي تفيد. اوه هذا مدرع شباب، مدرع حرفيا كله مدرع دايموند. هذا شي كتله، هذا شي كتله شباب وبنات. شنو بس مو بس انت عندك بو يا اخي، مو بس انت. اوكي خلينا اكله شوي هذا. او 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 اوكي خلينا نفلش لنا بلوكات بلكي تطلع لنا شي زين يفيدنا. او شرب له بويجن انفيزيبيليتي، شرب له بويجن انفيزيبيليتي شباب. هاي معركه حاسمه شباب وبنات، حرفيا معركه حاسمه. يان كتله يا يقتلنا، يان كتله يا يقتلنا، يان كتله يقتلنا، يان كتله يا يقتلنا، يان كتله يا يقتلنا. لا شباب لا مره، لا مره، لا لا لا. اوف يا ربي شلون ورطه هاي، خسرنا بثلاث ايام شباب وبنات. يعني اني هسه شو اسوي؟ ما اقدر اشتري لي او ما اقدر اخذ لي هذا التفاح الايميرالدي، بعد شو اسوي يعني؟ والله اني كلش زعلان. بس هنا اذا تلاحظون اكو موز، بس مو موز عادي، موز ذهبي هذا خرافي خنفوتشاري. اوكي شلون نقدر نشتري؟ اعتقد اكو تحدي ثاني. اي اكو تحدي ثاني، خلينا نقرا شنو مكتوب بي حتى تقدر تحصل الموز الذهب. اوكي حتى نقدر نحصل هذا الموز مال الذهبي شنو المفروض نسوي؟ خلينا نقرا شنو موجود نسوي المفروض نسوي. لازم لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. الله عليكم شباب وبنات، احنا خسرنا بثلاث ايام بلوكات الحظ، ما قدرنا نحصل التفاح الايميرالدي. هسه عندنا فرصه اخيره انه احنا نقدر نحصل الموز الذهبي، حتى نقدر نحصل هذا الموز الذهبي
اريدكم هسه الشباب وبنات تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات حتى نقدر ناخذ كل هذا الموز الذهبي ونروح نبيعه بالسوق ونصير كلش كلش اغنياء. الله عليكم شباب وبنات، اللي ما ضغط لايك خليه يضغط لايك، اللي مشترك بالقناة خليه يشترك بالقناة، اللي مفعل جرس التنبيهات خليه يفعل جرس التنبيهات. يلا هسه خلينا نضغط على فرش بليد. شوف هذا الاصفر اللي طلع عندنا، يعني هسه احنا نقدر ناخذ كل هذا. واو شباب وبنات فتشي رهيب. يلا ليتس جو، هسه خلي نروح نبيعه بالسوق. واو